مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج الصحبجيه. الصحبجيه النهارده معانا فقرات كتيره وجديده ومتنوعه، يا رب تنول اعجابكم. بس خلونا قبل ما نبدا فقرتنا او فقراتنا ارحب بزميلتي المبدعه اسماء المهدي. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ ازيك يا عماد؟ اقول لك ايه الحلاوه دي، الجمال ده عشان صمت ازياء يعني بالظبط. ربنا يخليك يا عماد، انت عارف الاطلاله اللي برده بيبقى عليها عامل. خدي وضعك خالص. عايزه بقى ارحب بيك وارحب بالساده المشاهدين واقول لهم مساء الورد والياسمين، يوم جديد ويوم سعيد على كل مشاهدين برنامج الصحبجيه. النهارده من خلال مطبخ الصحبجيه هنقدم لكم وصفات لذيذه وجميله، ان شاء الله هتستفادوا منها وتعجبكم. بس الاول ارحب بضيوفي اللي مشرفينا النهارده، الشيف اكرم السمان والشيف محمد حسنين، اللي هيبدعوا معانا باكلاتهم الحلوه. وقولوا لي النهارده مشرفينا باكلاتكم الجميله والصور الجميله اللي طلعت على الشاشه من شويه. اهلا بيك يا شيف. اهلا بيك وشرفتونا النهارده. الشيف اكرامي السمان والشيف محمد حسنين نورتونا. قول لنا بقى هتعملوا لنا اكل ايه النهارده؟ بص، احنا يعني حاولنا نختار حاجه تبقى مين كورس، يعني طبق متكامل او حاجه متكامله، منيو متكامل. بيف ستروجانوف، هنعمل بيف ستروجانوف بس بالطريقه بتاعتنا، هي مش الستاندر يعني. وعاملين رز بسمتي بالجنجر بالزنجبيل، وعاملين خضار سوتيه بطريقه خاصه بالشيف حسنين يعني بتاعته، ميكسد ما بين الشرقي والغربي. تمام باذن الله. طيب احنا المفروض المقادير هتنزل ونبتدي نتكلم. انتوا كده عاملين لنا ثلاث اطباق، ثلاث اصناف بالزبط. صح كده، متكاملين، الوجبات كلها القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه فوق ما شاء الله. وحاجه لتقويه المناعه والكلام ده كله جايه تاكلي. ابتديتوا بقى في الاكل حاليا دلوقتي؟ بداتوا الشغل يعني؟ يعني مجهزين الحاجه بس يعني احنا جهزنا الميزامبلاس بتاعنا كله. الخضار متقطع بتاع السوتيه، الرز البصل بتاعه جاهز، الاعشاب بتاعته جاهزه، البهارات بتاعته جاهزه، هنعمله مع حضراتكم. والاسترجانوف الفيجز بتاعه برده جاهز، واللحمه الايمنسيه متقطع الايمنسيه، والبهارات بتاعته جاهزه والاعشاب بتاعته جاهزه. هنبتدي نعمل مع بعض دلوقتي. يا ريت المقادير تنزل بس على الشاشه عشان نقول بس ممكن ننزل ايتم ايتم عشان المكونات بالظبط. تمام. طب بالنسبه عقبال ما تنزل المكونات، عايز اعرف ازاي بداتوا خلال عالم الطبخ، دخلتوا ازاي؟ انا عن نفسي دخلت عالم الطبخ عن طريق السياحة، يعني دراسة. كانت الأول مش دراسة، لحد ما انبهرت بعالم الطبخ أو بعالم المطبخ. تمام. بعد كده ابتديت إن أنا أشوف إيه الأكاديمي وأعمله. كورسات، بنقوي نفسنا، بيرسوناليتي هايجين، فود سيفتي، القيمة الغذائية لكل منتج بنشتغل فيه. تمام. إيه الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة؟ إيه الحاجات لو عندي عميل مثلاً بيتعب من عنده حساسية من حاجة معينة؟ فابتدينا نشتغل على نفسنا في الحاجات دي. جميل. وحضرتك برضو استاذ اكرم نفس قصه ثانيه خالص. يعني انا خريج حقوق ودخلت شويه في مجال السينما، شويه معهد السينما وقسم اداره انتاج وكده. سبع صناعي بقى، اللي هو في الاول انا مش عارف انا عايز اشتغل كل حاجه إيه. عشان تفتكر يعني في الاول ما كنتش عارف انا عايز اشتغل ايه، بس يلا اي حد بيقول لي اي حاجه يلا يعني نجرب بنوك، نجرب محاماه، نجرب كده. بس ما ارتحتش بصراحه في مجالات كتير. لغايه ما جت صدفه كده ان انا سافرت تركيا. يعني عجبني قوي، كنت باكل يعني، انا مسافر اكل. عجبني قوي المطبخ العثماني، يعني هو المطبخ العثماني. محاشي بقى والحاجات المحشيه والطيور والقصه دي كلها. وكان شفت برضو جانب في المطبخ الايطالي، فده اللي شدني بصراحه جدا. ده من هنا خلاك قررت؟ بس انا كنت من طفولتي يعني، انا دخلت المطبخ غصب عني مش بمزاجي. كانت والدتي كده ايه، خش تعالى ساعد، شيل، قلب، اعمل، حط ده، اطفي على ده. ف كانت في موهبه مدفونه في الموضوع. مش مدفونه، هي طلعتها. طب قول لي يا شيف اكرم، انا دلوقتي عايزه اعرف، انت عندك ثقافه ومدرسه وفكر جديد في استخدام الاعشاب بدل من التوابل اللي هو المعترف عليه، قول لي بقى ايه مدرستك دي؟
بصي، هو الموضوع شويه احنا بنحاول نطور، يعني بنحاول نطور بشكل اكاديميك شويه. ان انا بشوف النهارده في كم رهيب ربنا خلقه من الاعشاب، يعني فرايتيز كده غير طبيعيه. احنا مش في الثقافه بتاعتنا قوي الاعشاب اللي بتتحط غير الحاجات اللي هي البهارات، يعني البهار او العشب مثلا ممكن يتجفف زي بالظبط مثلا عندنا كزبره خضراء، عندنا كزبره ناشفه، فاحنا بنستخدم الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء بنحطها في يعني عندنا شويه حاجات معينه. في بقى سلسله رهيبه من الاعشاب، روزماري، زعتر، بردقوش، ريحان، حاجات كتيره جدا احنا ما بنستخدمهاش خالص، مش في التيست بتاعنا. يعني احنا لو قلتي لحد شرقي الريحان، هو مش متعود ان هو الريحان عنده بيتزرع في الجنينه، مش بيتاكل. فالفكره كلها كل الاعشاب مليانه زيوت، يعني الاعشاب اصلا بتفرز زيوت. الزيوت دي مفيده جدا جدا للجسم، يعني بشكل رهيب. يعني لو ضربنا مثال مثلا الزعتر اللي هو لو الكاميرا معانا، الزعتر الفريش ده، الفريش الزعتر ده هو اسمه ملك الاعشاب، علشان هو فعلا بيشيل امراض كتيره جدا على الانسان، بيدي مناعه رهيبه. موجوده في السوق؟ لا، دلوقتي بقت دلوقتي الدنيا يعني مختلفه شويه، فبقت فعلا موجوده في السوق بشكل الاقبال دلوقتي على البهارات اكتر في بالظبط. البهارات حاجه، يعني البهارات اريا، زي مثلا من اكتر المطابخ اللي في العالم مشهوره بالبهارات المطبخ الهندي مثلا، هو اعتماده على البهارات. لكن اكتر المطابخ اللي مشهوره بالاعشاب مطبخ فرنساوي، مطبخ ايطالي، دول اكتر حاجه. الروزماري مثلا دي حاجات صحيه، ممكن شوف حسنيه يقول لك الحته دي من الحاجات اللي بتقوي المناعه جدا. ايوه تعالى كده احسن، انا مش شايفك من عماد. انا عماله اشيب، انا هشيب كرسي الطبيعيه، هو واقف جنبك جدا. الروزماري في فايده كبيره جدا، وممكن يستخدم في اكتر من حاجه. ممكن يستخدم مع الفريش، مع السلد، ممكن يتعمل دريسنج افرمه وميكسه مع زبادي، اميكسه مع كريمه لباني، ممكن يتلف بيه اللحمه، يتلف بيه الفراخ، صينيه الفراخ تتعمل بيه، اي منتج بروتين ينفع معاه الروزماري. وهو حاجه الفليفر بتاعه نفاذ جدا، هو من الحاجات النفاذه، الاعشاب العطريه. يعني تيست ولا هو تيست وقيمه غذائيه؟ يعني هو الاثنين تيست وقيمه غذائيه عاليه جدا، ومفيد جدا لعضله القلب. حلو جدا. انا عاجبني كمان ان انتوا عندكم خبرات بكل حاجه وفايدتها، زي ما بنقول كده اللي هو بتبقى بتبص الاكله فيها غنو بالقيمه الغذائيه. يعني بالظبط. طب قولوا لنا بقى هتبتدوا لنا في ايه دلوقتي؟ احنا حاليا هنبتدي بالسوتيه. معانا السوتيه الانجريدينتس بتاعه ومكوناته، عندنا بطاطس، عندنا بروكلي، عندنا جزر، عندنا كوسه، عندنا قرع. فهنميكس الفيجز ده وهنلفه بالبهارات والاعشاب والزبده والثوم والجنجر. حلو قوي. انا شايف اكلاتك فيها شكلي، زي ما انت قلت من شويه شكله وغرب. منه بتاعك حاليا الاقبال بتاعه شرق او غرب اكتر؟ هو عندنا في مصر دي بقى بتيجي زي ايه؟ ثقافات. وفي حاجات في السوق المصري بينبهر بالجديد. حلو. يعني بينبهر بكل ما هو جديد. زي مثلا نطلع بالفرايد تشيكن، نطلع بالطواجن، نطلع بالبيتزا، نطلع بالايطاليان فود. كل فترة في مصر لو لاحظنا آخر 15 سنة، كل فترة بيطلع حاجة تبقى هي أكتر حاجة في السوق. بالظبط. احنا مفروض هتبتدوا تشتغلوا لنا بقى في الوجبات، علشان خاطر هنطلع فاصل دلوقتي. تمام. وبما اننا النهارده في مطبخ الصحبجيه هنقدم تقرير هنشوف فيه ابداع مطبخ الهام نصر، بشكرها فيه جدا على وجودها معانا في فقره الصحبجيه، وما اقدرش انسى الشكر لجروب خليك مشهور والمستشار حسن حميد رئيس جريده ماس الشرق على اتاحتهم الفرصه للنجوم المختبئه للظهور معانا في الصحبجيه. شكرا لكم. الاعلان التقرير هينزل. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين معانا. لكل اب وكل ام ليهم مهام مختلفه بتربيه اولادنا، عشان كده نرحب بضيفتنا الاستاذه ساره الدقن، اخصائيه التخاطب وتعديل السلوك، ومؤسس مبادره بسمه ساره لتوعيه الاسره،
ورئيس قسم التربية الحديثة وأصحاب المهام الهمم لجريدة الماس الشرق. نرحب بيكي مرة تانية. ازيك يا سارة؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ اهلا بيكي. الحمد لله تمام. اهلا بيكي يا سارة. قولي لي العلبة فيها ايه؟ سارة الدقن. قولي لي العلبة فيها ايه؟ فيل طبعا. فيل. فيها فيل وفيها مواضيع كتيرة هنقعد نفتحها مع بعض دلوقتي، وعندنا اسئلة كتير لازم تجاوبيني عليها عشان نستفاد النهاردة. بس الاول ارجع للشيف ونشوف وصلوا لايه. الشيف اكرم والشيف محمد، ايه الاخبار؟ عشان ريحه حلوه كده والدنيا جميله. وصلتوا لايه؟ بص احنا عملت الـ الـ البيوم بتاع الرز. يعني هو الرز ده بنعمل ميه مش رز عادي الاول، لان هو بسمتي فبيتعمل باسقاط. يعني الميه الاول مش العكس. الرز المصري بيبقى الميه بعد الرز. تمام. نوعين رز يا فندم، احنا عندنا نوعين رز، في نوع اسمه بطريقه اسقاط، وفي طريقه المتطبق اللي هو الرز المصري العادي بتاعنا. بنسخن الرز عشان نعمل عليها كفرنج بالزيت او بالزبده، وبعد كده بننزل بالميه اخر حاجه. الرز البسمتي الطريقه بتاعته اسقاط، بنعمل الميه الاول وبعد كده بننزل بالرز. في فرق ما بين الرز المصري والرز البسمتي، عشان في ناس بتغلط في الموضوع ده. في ناس بتعامل الرز البسمتي معامله الرز المصري، والرز البسمتي ما ينفعش ياخد كفرنج من بره. تمام. عشان بينشف. يعني مقادير ميته غير المقادير بتاعه الرز العادي. مظبوط. هو ده اللي انا بلاحظه في الاستخدام وطريقه تشغيله. احنا الاول في الرز المصري احنا بنحمر الرز الاول، بنلف الرز الاول في الحله حلو كده. ايوه. وبعد كده بنديله الميه. أيوة. الرز البسمتي عكسه، بنعمل الميه البيون بتاعه الاول مع الزبده برضو. تمام. وبعد كده بننزل اخر حاجه بالرز. تمام. معلومه حلوه برضو. حلو قوي. طب قول لي يا شيف، لما بيجي لكم اوردرات لحفلات كبيره بتجهزوا ده ازاي؟ ولو جالكوا اوردر مفاجئ بتتصرفوا معاه ازاي وبتنجزوه مثلا؟ كده سؤالين. نتشك الاول من السؤال. تمام. سؤال تمام. لو عندي حفله كبيره بعرف انا عندي كام فرد طالبين ايه. دايما بنوزع الاصناف، يعني الطالب عدد الحفله كام فرد، الحفله فيها محتاجين كام صنف بروتين، كام صنف كارب، كام صنف فيجز، سلط. بنحسبها الحسبه دي وبنعمل البرشيزنج بتاعنا، الطلبيه بتاعتنا بنشتريها وبنبتدي في البريبريشن اللي هي التجهيزات بتاعتنا، وعلى هذا الاساس بنمشي ستيب باي ستيب في الاوردر. في حاجات بقى، في حاجات بتاخد وقت كبير ما بين التحضير والتشغيل، وفي حاجات ما بتاخدش وقت. فاحنا بنبتدي الاول في الحاجات اللي بتاخد وقت، يعني الرز، مكرونه، الخضار، الكلام ده كله بنسيبه في اخر حاجه، وبنبتدي الاول بالحاجات اللي بتاخد مننا وقت كبير. الحاجات اللي بتاخد مارنيشن او بتاخد تتبيله لازم تقعد في التتبيله فتره معينه عشان تديني في الاخر الفليفر اللي انا اللي مطلوب. فبنشتغل بالستيبس دي. حلو قوي. طيب ولو اعداد يا شيف اكرم، في بقى ستايل تاني خالص اسمه الالمانيف، اللي هو دلوقتي. يعني انا دلوقتي في مكان وجالي اوردر هيتعمل دلوقتي من اول التشيكن وهي في الفريزر مثلا، او البيف وهو في الفريزر. فبطلع بعمل له اساله بطريقه سريعه، يعني في الاسالات بالطرق اللي الناس عارفاها، بعمل اساله بطريقه سريعه، وببتدي احضر دلوقتي طبق كامل. فهو الفكره كلها في التايمينج، يعني لازم الترتيب بتاع الحاجه اللي انا هبدا بيها هو اللي يبقى الاساس، هو ده نجاح الموضوع. يعني المارينيشن بتاعي، البيف بتاعي بسرعه، كذا كذا في الاخر خالص بعمل المين كورس اللي هو الطبق المين كورس. فده احنا يعني انا مدرستي هي الالمانيت اكتر. تمام. حلو قوي يا شيف. خلاص نكمل بقى، نخش بقى على الاستاذه الجميله استاذ ساره الدان. عايز اعرف بس برضو انا كراجل كاب دلوقتي ازاي اتعامل مع ابني وانا طول الوقت في الشغل، وازاي يعني ابقى قدوه حسنه بالنسبه له. طيب تمام. انا هاخد من سؤالك وهرد. اول حاجه انت قلت انا كاب اتعامل ازاي مع ابني قدام، يعني اول حاجه ابني وبنتي اليه مش يه الملكيه، هي يه المسؤوليه. الله. فلازم حضرتك كون اللي انت وزوجتك قررتوا اللي انتوا تخلفوا ده كان قراركم، لكن نربي ولا لا ده مش قرار، ده اختيار. احنا هنربي. طيب انا كبابا، انا معظم الابهات خلينا نقول 60-70% وده بكلام معظم الامهات، هم فاكرين ان دورهم العمل
والدعم المادي للولاد وخلاص. صح. بالعكس الاب ليه دور كبير جدا. احنا بنقول عليه هو ضلع من اضلاع المثلث اللي المفروض يبقى موجود في تربيه الولد. الاب الام اللي انا اعلمه قيم. مين المسؤول عن ده؟ الاب هو كمان. اوكي انت بتجيب مين؟ شكرا جدا. بتجيب له كل حاجه وبتحضر له قبل ما بنعرف اصلا. اول ما الام بتعرف اصلا ان هي حامل نبتدي نعمل ايه بقى؟ نجيب السرير ونجيب الهدوم ونقعد نجيب كل ما هو حاجه ملموسه. ما حسيناش انا وماما نقعد مع بعض نتفق احنا عايزين نربي ازاي. لازم يبقوا الاثنين متفقين عايزين نربي ازاي. فالام تبتدي تتفق مع الاب. انت ليك دور. انت كبابا دورك ايه بقى؟ انت مصدر الامان للولد او للبنت. انت مصدر كبنت كبير جدا للحب والعاطفه. انت بياخدوها منك. انت قدوه حسنه ليهم. انت مصدر كبان. هما بيحسوه زي ما بيقولوا كده النمزجة او ياخدوا منك نموذج كويس اللي انت بتعمله هما يعملوه على طول. انت ليك حاجة مهمة جدا في البيت تعملها. ودوت تتحط بين قوسين كده في حاجة مهمة قوي، الوقت اللي انت تدي وقت لولادك. دي اهم حاجة الاب يقدر ليه دور مع ولاده يديهم وقت. هنعمل ايه في الوقت؟ يطلق العنان لنفسه هو ولاده بيحبوا ايه. هنقعد نقرا قصه، هنفضل نلعب مع بعض، هنقعد وجبه طعام مع بعض، هنخرج نروح يعني خروجه مع بعض. لازم يدي من الوقت لاولاده طبعا. بس طول الوقت اغلبته افرض شغله وفي مسؤوليه دلوقتي كبيره، اكيد لازم يسيب لنفسه مساحه لاولاده يعني. اكيد الاب اللي بيرجع بالليل نقول له مش عايزين منك غير نص ساعه، احكي لهم قصه قبل ما يناموا. الاب اللي بيقعد فتره طويله خلي يوم الجمعه ليك ساعه معاهم. اكتر من لا كملي هزار. اصل انا عايزه اقطع كلامك علشان في فاصل. تمام. ونرجع تاني للاسئله بتاعتنا، هو بحر مش هيخلص. تمام. احنا دلوقتي معانا تقرير عن اصحاب الهمه الخاصه لمساعدتهم على امتلاك مهارات فنيه ليصبح كل منهم عضو فعال في المجتمع. بشكر فيه جمعيه الرضا لتنميه القدرات الخاصه. كل الشكر والتقدير لمستشار حسن حميد رئيس مجلس اداره جريده الماس الشرق وجروب خليك مشهور على دعمهم الدائم لاصحاب الهمم الخاصه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتي الجميله اللي منوراني ساره الدقن. عندي ليها اسئله كتير وعايزه استفاد منها النهارده. قولي لي بقى يا ساره، انا كماما باكل وبشرب وبغسل وبنظف، كل ده انا بعمله لاولادي، بس دلوقتي في مشكله في التربيه السليمه اللي احنا عايزين نفضل ماشيين عليها، لان في اختلاف في وجهات النظر رهيبة، وخصوصا ان انا عندي ابني في سن مراهقة فعلا مش عارفة اتعامل معاه، لاني بحاول اصاحبه بحاول بس ومش قادرة افرض رأيي وفي نفس الوقت عايزاه يسمع كلامي، ففي مشكلة كبيرة بتحصل. اشرحي لي اعمل ايه؟ تمام. مشكلة كل ام. سؤالك مهم قوي. ايوه كنت لسه هقولك كل امهات بيقولوا نفس الكلام بالظبط. اول حاجه بس عايزه ابدا كلامي اوضح حاجه مهمه قوي للبابا وماما، يعني الفرق ما بين الرعايه والتربيه. اللي انت بتعمليه ده اسمه رعايه، اللي انا اغسل وانضف والبسه كويس والحاجات دي كلها اسمها رعايه. التربيه دي حاجه تانية خالص. التربيه دي اللي انا بخليه طفل سوي. ازاي؟ اللي انا ادخله سلوكيات جيده، ادخله حاجات مرغوب فيها، اعرفه ربنا، اعرفه ديننا بنقول ايه كل عن في دينه، يعني اعرفه حاجات ليها علاقه بالقيم اللي احنا اتعلمناها احنا وزمان. حاجه تاني عايزه اقولها بعد ما قلت الفرق بين الرعايه والتربيه، يبقى عارفين كويس قوي. طب احنا نقدم رعايه ولا نقدم تربيه؟ الولاد عايزين الاثنين اكيد، والاثنين نعملهم نقسمهم ما بين بابا وماما، والاثنين يبقوا بنفس المقدار، ويمكن التربيه يبقى مقدارها اعلى، لان انا ممكن الرعايه اعلم ابني يبقى استقلالي ويبتدي هو كمان يرعى نفسه، لكن التربيه دي مش هعرف اعلمه هو يربي نفسه، لكن انا هربي. حاجه تاني مهمه جدا عايزه اقولها، بابا وماما بيقعوا فيها. طب ما احنا تربينا، احنا عايزين نربي ولادنا زي ما احنا تربينا، اهالينا ربونا واحنا طالعين كويسين، هم الايه الجيل بتاع الايام دي. عايزه اقول لك ما بين قوسين كده حاجه مهمه جدا، احنا في اجيال مختلفه. اول حاجه بابا وماما ربونا بالطريقه ديت لان كان وقتهم هي دي الطريقه المناسبه. كان وقتهم ما كانش عندنا كم المدخلات اللي بتدخل لنا دلوقتي لاولادنا. بيدخل لهم ايه؟ بيتفرجوا على التيك توك، السوشيال ميديا طول الوقت، من التلفزيون، من زمايلهم، حاجات كتير قوي بقى عندهم انفتاح، فبيبقى عندهم مدخلات كتيره داخله لهم. واحنا كلنا تقول لك بابا وماما انا مش عارفه اصلح كم الحاجات دي، مش عارفه الحق عليه من مين ولا من مين. صح. اول حاجه تبقى عندك بتعملي رقابه بس غير مباشره، يعني من بعيد انت بتتابعي.
تاني حاجة ان هم اهالينا كانوا وقت شايفين في الوقت ده ان دي اقصى حاجة يقدروا يعني يعملوها لنا, وفي نفس الوقت هم ممكن يكونوا غلطوا, وارد ان هم يبقوا غلطوا, لكن احنا مفروض دولنا ايه الايام دي اللي احنا نتفادى الخطأ ده, حتى لو هم غلطوا في حاجة نتفادى الخطأ ده. عليك بتقولي انا كأم اطلع ابني ازاي طفل سوي, يعني زي ما نقول كده ماسك نفسه. اول حاجة اربيه اصلا على الاحترام والثقة, يبقى بيني وبينه احترام وثقة, يبقى بيني وبينه امين. اوصل ابني اللي هو لما يعمل حاجة غلط انا اول واحدة يجي يجري يحكيها لي. الابن لو خاف يبقى كده في مشكلة ما بينك وبينه, هو خاف ليه يجي يحكي لك عشان انا ماسكه عليه جامد بالظبط, مخوفه من كل حاجه, عارف انت مش هتحتوي الموقف, مش هتسمعيه, مش هتتكلمي معاه, مش هتناقشيه, مش هتقوله معلش انت عملت ده غلط انا زعلانه منك بس المره الجايه اعمل واحد واثنين وثلاثه, لا ده احنا هنزعق وهنعاقب وهنقول لبابا وهنقول لتيتا وهنفضحه وهنعمل كوارث. فعشان كده الولاد بيلجاوا لايه, اما ما يقولوش ويخبوا اما يكذبوا, والاثنين احنا السبب فيهم. السلوكيات بتاعه ولادنا سلوكيات مكتسبة, مفيش ولد بيتولد عنده سلوكيات, مفيش ولد بيتمسك بيتولد عارف الصدق والملكية مكتسبة. بيكتسب من مين بقى؟ في السنوات الأولى بابا وماما, اللي انت هتعمليه ابنك هيعمله. صح ايا كان, هتاكلي بطريقه كويسه قدامه هياكل بطريقه كويسه قدامه, بابا في التليفون هيكذب يقول لا, قول له بابا مش موجود, الولد هيتعلم الكذب. بابا هيضرب ماما قدامه, الولد هيتعلم هو كمان يعني في صحابه ويضرب. اللي انت هتعمليه هو اللي انت عايزاه ابنك يبقى موجود عليه. شوفي انت عايزه ابنك يبقى عامل ازاي. صح, عايزاه يبقى صادق, انت وبابا لازم يبقى بينكم صدق قدامه. عايزاه يتاسف لما بابا يغلط, بابا يقول انا اسف, ولما ماما تغلط تقول له انا اسفه, ما نتكبرش عن الاسف. عشان اعلم ابني الاسف عايزه اعلمه الملكيه, واللي هو لما يفتح شنطتي يستاذن يبقى انا كمان هعمل معاه ده, لما اخد حاجه منه اقول له لو سمحت. حلو قوي. طيب نرجع للشيف اكرم والشيف محمد. هي المدير نازله على الشاشه دلوقتي. تمام, لو تقدر تقول لنا بس المكونات عامله ازاي برضو. طيب احنا قلنا الرز انا بحط له الزنجبيل في الـ في الـ في البيوم بتاعه في الميه بتاعته, وروز ماري, وحطيت حبهان وقرنفل والملح بتاعي وفلفل ابيض وسنه عصير برتقال او البرتقال الفريش اللي هو كده احنا بنشيله, بس بيدي تيست في حته تانية خالص. جميل. والاستروجانوف انا نزلت البيف معاها في زبده, ومعاها بصل برنواز متقطع صغير, وسايب اللحمه بس ايه تستوي, هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا. بعد ما بخلص اللحمه تستوي بنزل بقى عليها بالاعشاب بقى, عشان هو الاعشاب في الاخر هي اللي لازم. الاعشاب ما بتستويش, يعني اي حاجه بتتعمل باعشاب ايوه بتفقد قيمتها الغذائيه لو استوت. هي بتتحط في نص التسويه, الا لو انا هدخل حاجه بقى زي السيفود. يعني بتحط مثلا مكملات في الاخر, مش مكمل يعني, انا ممكن مثلا انا ممكن هعمل فرخه كامله فهدخلها الفرن, فيبقى انا هضطر احط الاعشاب بتاعتي في الاول. لكن لو انا شغال حاجه على النار انا في اخر حاجه بخليها الاعشاب. طيب والطبق الاخير هو ست الخضار. الخضار السوتيه. الخضار السوتيه احنا بنسلق الخضار بس ما بنسلقوش قوي عشان ما نضيعش القيمه الغذائيه بتاعته. ممكن كله يتسلق في حله واحده, بس انزل بصنف واطلع بيه وانزل بالتاني, عشان كل نوع خضار ليه درجه تسويه معينه. يعني البطاطس بتاخد سوا شويه, الكوسه بتتهري بسرعه فبنزل بيها بالظبط 3 دقايق وبرفعها, القرع دقيقه واحده, والقرع مفيد جدا 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 في السوتيه. عندنا البروكلي برضو لو خد نار زياده عن اللزوم لونه بيبهت والقيمه الغذائيه بتاعته بتقل جامد. فاحنا كل حاجه هنوضحها في الحلقات اللي جايه باذن الله, وهنقول كل حاجه وقتها ايه, بس عشان وقت الحلقه ما يسمحش. فاحنا عملنا الاطباق النهارده ورب تعجبكم, هي كلها هيلثي, كلها يعني, اي حد يا جماعه عايز ياكل دايت مظبوط, جيم ريجيم قصدي سوري مظبوط ايوه, يمشي على. في الحلقات اللي جايه باذن الله هنعمل الجرالد تشيكن للناس اللي هي الزيرو فات, وعن كيتو دايت. طيب احنا دلوقتي دايت. احنا دلوقتي في امكانيه ان احنا نجهز شكل الطبق على طول عشان معانا احنا قدامنا دقيقتين على طول. يلا شوف اكرم, انا عايز برضو استاذنك يا اسماء, عايز اسال سؤال. في خطر دلوقتي على اولادنا اللي هو ايه, التواصل الاجتماعي, الفيسبوك, التيك توك زي ما انت بتقولي, الانستجرام, اليوتيوب, التلفزيون, احنا يعتبر بنتابعه فين وفين, بس اولادنا دلوقتي معاهم موبايلاتنا عشان احنا بنطمن عليهم, فهم على الانفتاح ده. ازاي
نحافظ عليهم من المجتمع واضرار المجتمع. طيب تمام. اول حاجه زي ما كانت اسماء من شويه بتتكلم على موضوع ابنها في فتره المراهقه وعنده ما بتعرفش تتواصل معاه وما بتعرفش يعني تتكلم معاه وتفرض رايها. ده اول حاجه علشان هو واخد رايه من حته تانية بالظبط، زي ما قال بقى عماد كده، انتوا الاثنين ربطتوا سؤالكم مع بعض من السوشيال ميديا، من الحاجات الكتيره اللي طول الوقت بيتابعها. هنعمل ايه ولا ايه؟ ازاي اقنن ده؟ اول حاجه انا ابني بيلجا ده ليه؟ عشان عنده وقت فراغ. طول ما هو عنده وقت فراغ مش هيقعد مربع لك ايده في البيت، طبيعي هيعمل ده. اول حاجه اعملها املى وقت فراغ. ممكن نعمل رياضه، ممكن نجيب ادوات وانشطه ابني يشتغل عليها. فتره المراهقه لازم ابحث عن موهبه لابني، بيحب ايه؟ بيحب كوره، يحب يلعب رياضه، يحب يرسم، يحب يلون، يشغل وقته. شوف يشغل وقته، يبقى الموبايل في وقت مقنن. وبعدين اعمل ايه؟ اعمل رقابه غير مباشره، ابتدي اتابع من بعيد ابني بيتفرج على ايه، اللي بيسمعه من على التيك توك. طب لو لقيته بيسمع حاجات مش كويسه او حاسه ان هي تدي له سلوكيات هتبقى غير مرغوب فيها، ابتدي اتكلم معاه، ابتدي انا بسرعه ادخله السلوكيات اللي المفروض تبقى كويسه. انت عشان تطلعي ابنك طفل سوي تبقى فرحانه بيه كده، محتاجه ايه؟ محتاجه يبقى طفل عنده ثقه، ماشي ركزي معايا، عنده ثقه اوكي، طفل عنده عاطفه وبيعرف يعبر عنها، طفل كمان زي ما بنقول كده عنده واثق من نفسه كده وعارف كل حاجه يقدر يتحكم فيها، ولو يبقى عارف ربنا اكيد. طيب هو عشان يبقى عنده الاربعه دول دايما انا لازم اعرفه ان ربنا شايفنا في كل تصرفاتنا عشان يعني يبقوا محاسبين عليها في كل تصرف. لا ده في ربنا ويبقى طفل ملتزم. انا عايزه من ابني يبقى عنده ثقه، عنده التزام، تمام، عنده عارف ربنا وعنده عاطفه. اعمل انا ايه؟ انا كمان بقدم له اربع حاجات. الحاجات اللي بقدمها له، اول حاجه بقدم له رعايه، وانا قلت يعني ايه رعايه وتربيه؟ نقدم له الاثنين، والاثنين بابا وماما يشتركوا فيهم مع بعض، يبقى ابني كده زي ما بقوله شبعين حب مني. تاني حاجه اقدم له ان انا ابقى بيت ملتزم بالقوانين، بيت عندي قوانين عشان ابني هو كمان يبقى طفل ملتزم. يبقى عندنا معاد الاكل، عندنا الصلاه بنصليها، عندنا كنيسه بنروحها، عندنا قواعد، اللي يغلط يتاسف، بنحافظ على ملكيه بعض، بنستاذن بعض طول الوقت. تالت حاجه كمان عشان اشاور له على ربنا طول الوقت. الله احنا كنا النهارده اكله حلوه عشان احمد ربنا. انت شفتي الهدوم الحلوه دي؟ ده ربنا جابها لنا عشان ادى لبابا فلوس، عشان هو بيحبنا، عشان احنا قريبين من ربنا. طول الوقت نربط له الحاجات الكويسه. وكمان طبعا عشان اخليه ابن عنده عاطفه، انا ادهله ويبقى اديله ايه بقى؟ حاجه اسمها حب غير مشروط. انا مش بحبك علشان انت سمعت كلامي او عشان انت عملت الواجب، لا انا بحبك بعيوبك. فطول الوقت اقول لابني الله انت شكلك عسولي النهارده، على فكره انا بحبك قوي، بدون اي حاجه كده. ممكن يبقى بيلعب قدامك كله، على فكره انا بحبك قوي. حب غير مشروط، فيحس ان انا مرغوب فيا، شبعان شبعان كده. امين حلوه قوي يا ساره، بتقرب بتوصلي المعلومه بطريقه حلوه. بس احنا عايزين بس يا حماده عشان يلحق خلاص كده يا جماعه، علشان الطبق التقديم ينزل على الشاشه عشان خلاص الختام يعني. وانا عايز برضو وعد منك ان كل حلقات مسلسلا ان الموضوع لازم فعلا كبير، الموضوع كبير جدا جدا، ولازم الناس تتابعه والناس تتعلم منه، ده اهم حاجه ان شاء الله. انا عايزه بس في الاخر اقول حاجه، اللي احنا ديننا كمان بيقول حاجات كتير قوي، عندنا سوره لقمان كامله فيها ازاي نتعامل مع ولادنا. عندنا كمان حاجتين احنا حافظينهم وبنرددهم، ان كل راعي وكل مسؤول عن رعيته. وعندنا مقوله كمان للامهات، يعني الجنه تحت اقدام الامهات. فشوفي عشان الجنه تبقى تحت اقدامك هتقدمي لاولادك ايه، وانت عشان تبقى راجل مسؤول هتقدم لابنك ايه عشان تبقى ليكوا مكانه في الجنه زي ما ربنا وعدنا بيها. يا ساره بجد بجد استفدنا منك النهارده، وزي ما قلت لك ان شاء الله لينا فقرات تانية باذن الله. نورتينا وشرفتينا يا ساره الدقن، استاذه ساره الدقن، الشيف اكرم حسنين، الشيف اكرم ايه، الشيف اكرم انا قلت صح، الشيف اكرم السمان والشيف محمد السمان. شكرا ليكم بجد، نورتونا النهارده والاكلات كانت تحفه. شكرا شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، ويا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. باي باي باي.